اهلا بكم من جديد. وجه دلوقتي ميعادنا مع قراءه في الصحافه العربيه والعالميه، ويسعدنا وجود الاستاذ سيد جبير رئيس قسم الخارجي بجريده الوطن. اهلا وسهلا يا فندم. ربنا يخليك استاذ تامر. استاذ سيد، النهارده عندنا الاخبار العربيه والعالميه كثيره، ولكن نبدا من الازمه الاوكرانيه. واوباما وولاند بيحذران موسكو من انها قد تدفع اثمانا اضافيه في اوكرانيا، وفي خبراء بيقولوا كييف فشلت في حملتها لاستعاده شرق البلاد. احنا شايفين اوكرانيا بتتفكك وبتتحول حرب اهليه، العنف بيزداد، رايحين فين؟ لا، احنا تجاوزنا الحرب الاهليه، الحرب الاهليه بدات. انا شفت لحضرتك تقرير قايم في جريده الوطن بتتحدث فيه عن حرب عالميه ثالثه. القصه شغلاني من فتره، احنا يمكن اتكلمنا مع حضرتك، انا اتكلمت مع حضرتك اكتر من مره على فكره حرب عالميه ثالثه. انا الفكره شغلاني من عده شهور وطرحتها في برنامج حضرتك، وكنت بقول الفكره مش عنوان اثاري، يعني عنوان يثير وحرب عالميه وثالثه. انا مدرك ان قيام حرب عالميه ثالثه مسألة صعبة، بمعنى ان الاسلحة الموجودة لدى النادي الذري او النادي النووي، سواء روسيا الاتحادية او الولايات المتحدة واوروبا الصين، معناها فناء العالم. ولكن المقصود انه العالم عاش عدة سنوات على ان الحرب الباردة انتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي، واستقر العالم على ان في دولة واحدة هي الولايات المتحدة. ما حدث في أزمة أوكرانيا وقبلها أزمة سوريا بيقول إنه إحنا تجدرت الحرب الباردة بشكل ساخن جدا في شكل سوريا صدام، لأن ما يحدث في سوريا الحقيقة هو صراع دول، حرب بالوكالة، يتخطى الشعب السوري، يتخطى الشعب السوري وتجاوزت مسألة الشعب السوري. وما حدث في أوكرانيا أخطر وتجاوزت مسألة الحرب الأهلية اللي حضرتك بتشير إليها إلى حرب إقليمية قد تتورط فيها روسيا مع أوكرانيا. كون أنها تبقى حرب إقليمية تتورط فيها روسيا مع أوكرانيا، أوكرانيا ما هيش عضو في حلف الناتو، لكن معناها أنه الأمور بتبقى قريبة جدا منها، ممكن تؤدي نتيجة خطأ أو تعمد أو نتيجة صعود بعض الزعماء القوميين اللي آخرهم مودي اللي تولى رئاسة الحكومة الهندية، وده خبر يعني يستحق الاهتمام. كل ده ممكن يقود، لأنه تشرشل مرة قال إذا كنت مغرم بالحروب فتأكد، إذا قامت الحرب يمكنك أن تبدأ الحرب، لكن تأكد وانس أن الحرب بدأت فأنت عبدا للأحداث. صحيح. اللي ممكن تقودك من أنفك إلى ما لا تحمد عقباه. فالأمور ما بتمشيش بالألم والمسطرة. وكنت طرحت مع حضرتك هنا أن كتير من اللي كنت بسألهم في بداية الأزمة هل ممكن، فيقابلوني بابتسامات ساخرة كده أن ده في بعض المسؤولين قالوا العالم ليس مستعدا حتى لحرب باردة في البداية، يعني من عدة شهور. دلوقتي لا، الوضع جد خطير وتأثيره علينا وعلى المنطقة وعلى العالم كله شديد الخطورة. طب ممكن نبص بشكل إيجابي للموضوع، مثلا إن ده بيدينا فرصة للمناورة. صحيح. ده صحيح، يعني هي ملحوظة في محلها تماما، إنه أحد الجوانب القليلة جدا، لأنه لما بيكون في خراب العالم كله بيصيبه خراب. صحيح. ولكن أحد العوامل يعني لو بصيت لها أن كل المصائب لها بعض الإيجابيات، فإن احنا العالم لن يعود عزبة خاصة للساكن في البيت الأبيض يتولاها وإحنا بعض رعاية. لأ، أنه أصبحت دلوقتي الولايات المتحدة تتجدد أجواء الحرب الباردة. هذه الدول تحتاج إلى مرادات الدول الأصغر أو الدول الإقليمية اللي زينا، القوى الإقليمية اللي زينا. الاتحاد الروسي يحتاج إلى مرادات الدول اللي زينا. الصين بتخش حثيثا إلى المشهد على استحياء، وبالمناسبة هي ابتدت تكشر عن أنيابها في محيطها، سواء في فيتنام، سواء في مع اليابان. الصين ابتدت تستخدم مخالبها وعضلاتها عشان تقول لا، يعني أنا لم أعد قوة إقليمية، أنا قوة عالمية كبيرة، وكل اهتمام الولايات المتحدة وخططها متوجه خوفا في محاولة لتطويق الصين وطبعا روسيا. هو بس الخوف ان وقت الحروب العالمية دي، يعني احنا في الحرب العالمية الاولى والتانية بصراحة اتبهدلنا، يعني الحرب العالمية الاولى المصريين اتاخدوا كانوا بيروحوا يبنوا خنادق في اوروبا وماتوا معظمهم مرجعوش، والحرب العالمية التانية عارف حضرتك الوضع كان عامل ازاي لحد 4 فبراير، يعني الحادثة الشهيرة. بديهي يا استاذ تامر، اذا انت اي بلد لا تستطيع حماية نفسها وما عندهاش اقتصاديا وعلميا وعسكريا ما تستطيع ان هي تدفع به الاذى عن نفسها، اكيد بيتم استغلالها. فيعني طب انا عايز انتقل للخبر التالي في الجارديان، وانا
عايز يعني افرغ له جزء شويه. بلاتر المونديال في قطر غلطه، كيف ترى هذا الامر يا استاذ اولا سامح؟ وده مش التصريح الاولاني طبعا. سيب بلاتر ده رئيس الاتحاد الدولي لكرة الاتحاد القدم. العالمي للكوره الفيفا، والراجل الامبراطور المتوج منذ عده سنوات طويله، عشرات السنين كمان، عشرات كتير قوي بقاله سنين كتير يعني. الراجل مش اول مره يقول تصريح ان اسناد تنظيم كاس العالم سنه 2022 مظبوط استمر 2022 2022 فعلا. هو بس لقطر. بيقول ان في ضغوط سياسية كانت وراء القرار ودون مراعاة الجوانب الفنية، جاي بيقول كده دلوقتي. هو قال طبعا، هو ابتدى اول تصريحاته في هذا الاطار كانت من عده شهور، من حوالي 9 شهور يمكن على وجه التحديد، من حوالي 9 شهور اذكرها يعني بحادثه معينه، من 9 شهور، وبعدين اعاده تصريح باشكال مختلفه، لكن ده كان اكثرهم توضيح ايضاحا. هو رجع بعد كده قال انا اقصد انه اسناد إن إن انه اسناد تنظيم كاس العالم الى دوله بهذا يعني الطبيعه المناخيه الصعبه جدا غلطه، which is the same يعني، وهي نفس الاجابه يعني. طب ما انت قطر صحيح، ما اتغيرتش، ما كانتش دوله بارده وبعدين تحولت الى بلد حار. نقلب مكانها مثلا في الفترة. انا استشعر ان هذه عمليه نصب كبرى على قطر. ازاي يا استاذ سعيد؟ يعني حضرتك عارف اولا الحصول على كاس العالم مكلف جدا، سواء من فوق الترابيزه او من تحت الترابيزه. اللي من فوق الترابيزه انك بتعد البلد وبتقدم ملف ملف محترم يقول ان انا قادر على صحيح على الاستقبال. في حاله قطر ده ما كانش مكلف بس، ده كان مكلف بشكل يدخل في جينيس ريكورد، انه ازاي بلد غير مؤهله لاستقبال يعني بحكم طبيعتها الحاره اهلها ما يستحملوهاش في شهر الصيف، هيجيب دول العالم والناس من كل حته وهيهيئها بحيث انه يخالف يعني يخالف الطبيعه. بس هو كان في كلام من عده شهور ان هم هيعملوه في الشتاء، كان في ناس بيقولوا رفض هذا الكلام وقالوا رفض. في الصيف يعني، على الاقل دي معلوماتي، وهو الكلام بيقولوا انه غلطه انه حراره الصيف صحيح يعني، ده في حدود معلوماتي على الاقل. انما كمان اللي تحت الترابيزه دائما مكلف، مش على قطر بس، لان هو دلوقتي الكلام كله على شيطنه قطر، واحنا في الاجواء المشاكل اللي بين مصر وقطر احنا ناسيين ان في النهايه انه حتى لو كانت في مشاكل سياسيه احنا عندنا هنا دوله عربيه كان ينظم لها الكاس، واستشعر ان في عمليه نصب عليها. عمليه النصب جت منين؟ دلوقتي في اثناء الصراع على اسناد كاس العالم، دول اوروبيه ومنها فرنسا مثلا وايطاليا دعمت بشده انه كاس العالم يروح الى قطر، وكانت تتمنى لندن لو تحظى بهذا الفرصه. كاب منافس، مش متاكد اذا كانت منافس، لكن هي اكثر ناس راغبين دلوقتي ان في لندن انه ان يكون الانتقال اليها، تكون هي البديل. طيب بغض النظر عن موقف لندن، الدول دي دعمت ليه؟ دعمت لانها اخذت وعودا بان هي هيوكل اليها كل العقود للبنيه التحتيه المهوله اللي بتبلغ بعشرات المليارات من الدولارات، عشرات المليارات من الدولار. ده في استادات مغلقه، انا شفت البلانات بتاعتهم، الخطط اللي عاملينها، في استادات مغلقه تماما وحاجه في مكيفه. في ألف ليله وليله يا استاذ، ألف ليله وليله، في ألف ليله وليله من عمليات التبريد والمباني الخرافيه وتهيئه الجو. انت عارف في مثل بالانجليزي يقول لك تو سكوير تراينجل ولا سكوير سيركل، الدايره كده عاوز تعملها سيرك يعني حاجه مستحيله، فهم بيعملوا حاجه شبه مستحيله. طيب ونس ان خلاص العقود تمت وكذا، دلوقتي انا بستشعر ان في من دلوقتي من 2022 كل شويه بتطلع حاجه في محاوله لسحب عمليه التنظيم. العقود استقرت والشركات بدات والمقدمات اخذت، دلوقتي ايه المقصود من الضغط المستمر لسحب الملف؟ استشعاري انه الزبون خلاص دفع والفلوس في جيبنا، ولا بأس أبدا من تصليح الغلطة اللي بيشير إليها في أنه كأس العالم، وحصلت مرة قبل كده أن كأس العالم أسند إلى دولة ثم ذهب إلى دولة أخرى. حضرتك متابع الكرة أكتر مني. كانت أعتقد كأس العالم في المكسيك سنة 86، يعني أنا مش متأكد حضرتك أدرى، لكن كان في سابق. فإذا حدث هذا يبقى ده نوع من السرقة العلنية الكاملة لدولة. احنا ايا كانت العلاقات السياسية في لحظة، لكن علاقتنا بالشعب القطري بتبقى دايما ممتدة. على وجه اليقين، على وجه اليقين، وايا كان ده ملوش علاقه بانه قطر، عمان، السعوديه، الفكره انه دي عمليه نصب من راجل خواجه اراد انه يعني ياخد اكبر قدر ممكن من الفلوس والمنافع، وبعد كده يسترد السرقه. طب انت كاس العالم الجاي ناوي تتابعه يا استاذ سيد؟
انا هشارك فيه يا استاذ تعالى، هشارك فيه. هتشجع مين طيب؟ يعني احنا تقليديا كده من الناس اللي يعني بيشجعوا البرازيل. يا البرازيل، انا هشجع زي المره اللي فاتت، يعني احب اقول يعني ليه؟ اسبانيا وميسي، بس ميسي مش في مستواه يا استاذ سيد، وده شيء هبط محزن. مستواه؟ جدا يجي جدا. يلعب عندنا بقى في مصر، يجي يلعب عندنا يجي يلعب في بتروجيت. مصر. واشنطن بوست: اثار مصر تتعرض لعمليات نهب منظم وحكومتها تطلب مساعده المجتمع الدولي. دي مشكله خطيره يا استاذ سيد. وبرضو دي مش أول مرة واشنطن بوست وجرائد أخرى تتكلم عن القصة دي، وتحديدا واشنطن بوست. ومن الحاجات اللي تحمد لوزير الآثار الحالي إنه كثير الضغط على هذه النقطة والاهتمام بيها، ودايما بيخاطب الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة، وبيلفت نظرها إن في عملية ممنهجة لسرقة الآثار المصرية منذ اندلاع ثورة يناير، وبيعترف ان احنا غير قادرين بامكانياتنا الحاليه للسيطره كامله على كل المواقع الاثريه الكثيره. وطبقا للتقرير اللي حضرتك بتشير اليه وتقرير وزاره الاثار المصريه، ان المشكله مش في سرقه المتاحف. اولا دي بتبقى اقل، الامر الثاني انها اثار مسجله، وبالتالي تعقبها في دول العالم امر ميسور. يعني ده بياخدها شخص للعرض الشخصي يعني بشكل لا شخصي. ما اقصدش كده، اقصد ايا كان، سواء ما هو هتروح للشخص ده منين، ما هي هتروح في متاح، هتروح على يعني من جمارك الى صاله مزادات، صالة يعني مزادات. هي مش توصل من ايد يعني اللص الى ايد الراجل جامع الاثار ده مباشره، لكن بتمر فخلال الخطوات ديت يمكن تعقبها، مش بنسبه 100% لكن يمكن. انما الاخطر ان هناك عصابات بتقوم في حفر الأراضي بشكل مباشر من آثار لم يتم أساسا اكتشافها من قبل، وبياخدوها من مواقعها. دي عصابات عالمية. عصابات عالمية بمساعدات محلية طبعا على وجه اليقين. طب المساعدات المحلية برضو يعني ممكن نذكر، مش عارف حضرتك تتفق معايا ولا لا، نذكر المسمى ده، ولكن اللي يشارك في حاجة زي كده خاين بصراحة. طبعا ما فيش دي شك، خيانة ما فيش يعني. شك، بس هم من زمان بيستحلوا القصة ديت وعايشين عليها، وبتتم بمختلف يعني المستويات. لسه الآثار ما هوش حرامي غسيل، ده لازم صحيح. يكون حد فاهم ومتابع وفاهم كويس قوي الدوائر وبيطلع منين وبيخرج منين، فبيبقى ليهم مساعدين في كل الدوائر الدولة إلى أن تخرج. فده مسألة ما هي السر، سواء كان فاهم داخل المجال بتاع الآثار، سواء كان ليه علاقة بالأمن، سواء ليه علاقة بالخروج، يعني في كل الأحوال في مساعدات داخلية تامة. مافيا دولية مافيا وجزء دولية، منها في مصر. مافيا دولية. التشبيه اللي قالوه هنا واللي قالوه بعض علماء الآثار سواء من مصريين أو غربيين، إنه لما صوروا بالأقمار الصناعية بعد المواقع الأثرية، المواقع الأثرية المصرية لقوها زي، هم قالوا زي قطع الجبن السويسري، في إشارة إلى نوع من الجبنة بيبقى كله ثقوب، فالأرض كلها عبارة عن حفريات لما بتتصور من فوق كلها حفر. طبعا الحفر من على الصورة صغيرة، لكن على أرض الواقع ضخمة جدا، تم حفرها في وضح النهار وبيتم تهب الآثار اللي تحت باطن الأرض. دي كارثة بصراحة يا أستاذ سعيد. ده بيتكلموا عليه من فترة طويلة والله يا أستاذ، ووزير الآثار احنا الحالي اتكلمنا مشكور. فعلا عليها قبل كده، بس يعني ان التحذير جاي على طول من واشنطن بوست مهتمة انها تقول ان آثار مصر والوزير يعني برضه عشان والوزير. ندي للراجل هذا يعني الفضل، انه كثير التنبيه في كل زيارة ليه للولايات المتحدة ينبه ويطلب منهم ان هم يضعوا قيود على دخول الآثار المصرية، لأن قانونهم غير قانوننا، يعني هم مش عندهم تجريم في المطلق لكل ما هي آثار، عندهم 16 دولة، 15 زائد واحدة، ال 15 دول الولايات المتحدة عاملة معاها اتفاقات، زائد العراق، بتعتبر العراق إن هي عندها مسؤولية أدبية لأن هي طبعًا احتلتها ودمرتها ونهبت آثارها ومتاحفها في عهدها، فهي كنوع من التعويض عن الجريمة الكبيرة بتعمل حاجة صغيرة قد كده، إن هي بتتعقب أي آثار عراقية. هو كان بيطالب ان حتى يتم هذه الاتفاقيه هي ياخذ وقت، فالافضل ان تعامل مصر معامله العراق، وان اثارها تحظر ولا يسمح بدخولها ما لم يكن الاوراق طبعا كلها كليه اوراق، يعني اوراق رسميه، واحنا ما عندناش تجاره اثار يعني. هو حاجه صعبه يعني ان احنا، يعني تجاره اثار حضرتك اصليه ما تقصد عندناش. معامله العراق في موضوع الاثار في يعني. موضوع الاثار، في تعقب الاثار، عشان بس مش المشاهد. لا مش معقول يحتلونا يعني. لا بس انا عن نفسي افهم ايه المتعه الشخصيه للشخص انه يشتري اثر ويحطه في بيته كده بشكل شخصي يعني، واثر ناس متصرف عندها في اموال، دول عندها. اللي هم زي جميع التحف، ناس عندها اموال ضخمه جدا، وهو عنده الهوايه انه يجمع تحف واثار
ومستعد انه يدفع فيها ملايين، وما دام المساله فيها ملايين بتتكون مافيات سواء في صالات المزادات في بعض المتاحف، وبتوصل يعني بزنس مربح جدا. ننتقل الى بي بي سي. نبيل فهمي، ثورات الربيع العربي الام مخاط من اجل الديمقراطيه، او الام ولاده من اجل الديمقراطيه. المره دي التشبيه ما عملش قلق، راجل اتكلم بس ده تشبيه استخدم من كتاب وصحفيين مصريين كثيرين، ان مصر بتمر بالام المخاض في فتره ما بعد الثوره الى ان نصل الى الديمقراطيه. يا رب. يعني هو الراجل يعني انا اتذكر مثلا الدكتور عبد الحليم قنديل مثلا استخدم التشبيه ده كتير. لا التشبيه انا بقول انا بس تعقيبا اشاره الى انه يعني الناس سابوا كل زياره الولايات المتحده وبيتكلموا على الجواز الشرعي، المره دي ما فيش مشاكل. هو راجل بيتكلم على انه يعني هو بيضغط دايما على فكره دكتور نبيل فهمي انه ما يحدث في مصر الان قطعا في تجاوزات كتيره ولا يعبر عن يعني المعايير الديمقراطيه حتى في الدول المتوسطه من حيث الممارسات الديمقراطيه. فهو بيقول ان احنا في الوقت الحالي دي عمليه مخاض بكل ما فيها من الم وكل فيها من هرجله و على امل انه يتمخض بعد كل الاستحقاقات من انتخابات رئاسية اللي احنا شغالين فيها وقبلها الدستور وبعدها البرلمان إلى آخره، أن يكون عندنا ديمقراطية تتكون على يعني بتأني شوية شوية. لأنه كتير من الانتقادات الغربية خاصة في الولايات المتحدة أحيانا بينسوا أن احنا بلد ما عندناش هذا الميراث الكبير من الديمقراطية زي مثلا بلاد زي شمال أوروبا ولا حتى زي عندهم. صحيح. فالمسألة بتاخد وقت. طب كيف ترى زيارته الى انجلترا وسلوفاكيا؟ والله هو زيارات الراجل يعني انا يعني في جزء برضو يعني احنا ما عندناش، لان احنا ما عندناش برلمان، فما عندناش حد بيجي يقول له انت عملت ايه وتوفقت في ايه وما توفقتش في ايه. في حاجات كتيره الصدفه هي اللي بتهديها الينا. ما اعلمه ان الراجل كل زياراته قائمه على تغيير الصوره وتبصير الناس في العالم الغربي احنا ايه اللي بيجري عندنا وحقيقه الاوضاع. في الزيارات السابقه، مش في الزياره دي، في الزيارات الراجل كان موفق الى حد كبير في انه يقلل حده التوتر ويوصل الصوت. انما عشان نقيم الزياره ايه اللي قبلها وايه اللي بعدها، الحقيقه لا يمكن يستقيم بدون برلمان يقول للراجل استجواب انت عملت ايه سويت ايه احنا وصلنا ايه. فضلا بقى بما ان حضرتك مهتم بالكوره، احيانا يكون لاعب مش موفق في الملعب. صحيح. فانت ما بتعرفش اللاعب ده مهاراته قليله ولا الارض بتاعه الملعب وحشه ولا الالتراس عمالين يرموا عليه حاجات ولا الحكم مش كويس ولا المدرب موظفوش في مكان، يعني الوضع كله مش مستقر، وبالتالي حكمك على اداء وزير معين بيكون مش منصف قوي لانه لا ياخذ كل الاعتبارات اللي موجوده. صحيح. ده في دول ان كانت مش كتيره لكن ما زالت بتعتبر 30/6 انقلاب. فالوضع صعب على وزير خارجيه. هي ممكن نقول محاولات طيبة في محاولات جيدة ومحاولات جادة ومحترمة، ده تقديري. وأنا مختلف مع الناس اللي هم شايفين أن الراجل يعني ما بيضيع وقته. لا يعني في محاولات جادة وكويسة وأثمرت، يعني أثمرت في عدد كتير من الدول. أنت عندك، أنا مش عاوز أقول أنه نتيجة جهوده أنه جاء سفير، السفير كان في محاولة بكلم على الولايات المتحدة، إنما أحد مجهوداته أنه يعني لم يحدث في سابقه ان الولايات المتحده تقعد 10 شهور بدون سفير. صحيح. فاذا خصمنا الفتره اللي اقترح فيها السفير السابق اللي هو روبرت فورد، اظن روبرت فورد، فحتى 6-7 شهور مش قليلين. فاظن ان خطوات موفقه وجيده. يعني قمه في باريس حول بوكو حرام بمشاركه الرئيس النيجيري وسط انتقادات متزايده لتقاعسه، ومنظمة العفو انتشار التعذيب في العالم مدعوما ببعض التأييد الشعبي. طبعا احنا نقسمها طبعا موضوع بوكو حرام وما يحدث في نيجيريا، العالم كله مقلوب وفي حملة دعاية رهيبة في أمريكا من سياسيين وممثلين وموسيقيين ضد ما يحدث في نيجيريا. وبعدين في القمة اللي في باريس وشارك فيها الرئيس النيجيري وشايفين الناس ان هو متقاعس. والقصة يعني كانت محل دهشة للرئيس النيجيري ومحل دهشة لبوكو حرام. يعني يبدو ان هم مش مستوعبين اللي بيحصل. يعني بوكو حرام من رد فعل زعيمهم ابو بكر، هذا الرجل اللي عايش في مجاهل الادغال هناك، يعني رد فعله بعدها لما قال ان العلق الفتيات اللي انتوا قلبين الدنيا عليهم دول تم تحريرهن. على فكره كلمه بوكو حرام
التعليم الغربي حرام. التعليم الغربي حرام. فيعني هو فكرته برضو كل ما يتعلق بالمظاهر الغربية بما في تعليم البنات ده حاجات حرام وكل مظاهر ال فيبدو ان هم فوجئوا برد فعل العالم. انا بستشعر كده بفتكر ما حدث ايام طالبان. طالبان يعني بكل رجعيتها دي عملت حاجات يعني 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 مذهلة. صحيح. انما لما جت ضربت بالمدافع التماثيل بوزة العالم اتقلب برضو كانوا في نفس الاندهاش. اشمعنى يعني؟ فهم في امور احيانا بيبقوش محل تقدير قوي. الناس دي مش قادره تفهم اول خريطه اللي موجوده يعني ايه ان ينقل على كل الشبكات التلفزيون ان في 200 بنت يباعوا او يتم تزويجهن قسرا، فكاننا رجعنا تاني لسوق الجواري والعبيد. فحتى للرئيس النيجيري، الرئيس النيجيري ادان الحدث بعدها باسبوعين. الراجل عنده 170 مليون، نيجيريا 170 مليون يا استاذ تامر. انا عارف 170 مليون اكبر اقتصاد في افريقيا، بيسموها العملاق الافريقي، وفي نفس الوقت يعني مرتع في الفساد وسوء الاداره ومكان مليء بالافكار المتطرفه الاسلاميه وغير الاسلاميه. تعرف حضرتك افكرك ان نيجيريا شهدت برضه خلافه سكوتو 1999 1900 اللي انتهت 1903 تقريبا. برضو كان يعني يعني نيجيريا مسألة وكان في حرب أهلية في الستينات أعتقد. هي شهدت حاجات كتير وأمور طائفية وجماعات دينية متشددة كتير، لكن أنا بتكلم كمان كعلامة كبيرة إن الناس اللي بيدعوا للخلافة دول النهاردة مش حاجة جديدة، لأن إحنا ما بنعرفش حاجة كتير عن إفريقيا. ده في 1900 قامت خلافة اسمها خلافة سوكوتو، واستمر سلطان سوكوتو يحكم أجزاء كتيرة من نيجيريا عدة سنوات. فلا يعني الأفكار أنا ما بقولش إن الخلافة فكرة متخلفة، أنا بقول إن الأفكار ياريت يكون في حد يدعو إلى فكرة تكون معقولة وجيدة ويدعو إلى أي نظام، إذا كان زي النظام يعني إذا كان بس تتوافق مع العصر. تتوافق مع العصر، ده اللي أنا بقوله يعني. أنا مش رافض فكرة الخلافة، على ولو إن تجربتنا إحنا مع الخلافة كانت كلها تجارب سيئة جدا، والناس بتخلط بسذاجة ما بين الإسلام في منابعه الصافية الأولى في أيام الخلفاء الراشدين اللي لو حتى ضمنا لهم حتى جزء من العصر الأموي. فإحنا بنتكلم معظم الخلافة، والخلافة اللي عشنا تحتها هنا عشرات السنوات تحت الحكم العثماني كانت سنوات مظلمة وسيئة وعبارة عن جباية. لا العثماني بالذات يعني الخلافة العثمانية كانت من أسوأ يعني إذا ادعيت أن أنا أعرف في تاريخ مصر شوية من أسوأ فترات التاريخ المصري الألفي الطويل. ده صحيح. ده صحيح. سأتفق مع حضرتك. طب إيه منظمة العفو بتقول انتشار التعذيب في العالم مدعوما ببعض التأييد الشعبي؟ أنا بس استأذنك الأول دلوقتي، الرغبة في أنه فرنسا بتقود الولايات المتحدة مش فاضية للقصة دي بتاعت بوكو حرام. هي فاضية ليه؟ إنما فرنسا مبسوطة بالقصة ديت أو مهتمة قوي، لأن هي عندها أوريدي قوات عسكرية موجودة في النيجر وموجودة مالي في تشاد وموجودة في شمال مالي، وعندها جهاز استخباراتي شغال على الجماعات المتطرفة، ودلوقتي بعض طائرات استطلاع بتحاول توصل للقصة، فتحاول تستفيد من القصة دي بشكل كويس قوي. يعني يتدخلوا كمان يستفيدوا منها اعلاميا، لان مهدوا الارض الاعلاميه يستفيدوا منها اعلاميا واقتصاديا، واذا ما كانش يستفيدوا كويس قوي فلتذهب كل نيجيريا وكل بوكو حرام وما بوكو حرام الى الجحيم. لازم يستفيدوا بشكل جيد جدا. هو الاستعمار الفرنسي والاستعمار اللاتيني وغيره يعني لا يمكن يضحي بجنود ويدفع فلوس الا اذا كان يستفيد بشكل او باخر طبعا. طب ومنظمه العفو الدوليه برضو انتشرت؟ منظمه العفو الدوليه طلعت تقرير بتقول انه هي طبقا لكلامها انه التقرير اللي عندها انه خلال ال 30 سنه اللي فاتت، مش بتتكلم على سنه ولا سنتين، التعذيب بيزيد بشكل ممنهج في دول كتير قوي. انما اللي لفت نظري زي ما لفت نظر حضرتك انه حتى في بعض الدول المتقدمه في يعني قبول شعبي انه التعذيب ضروري. يعني في الهند والصين وصلت النسبة لحوالي 70% بيقولوا مضطرين ان التعذيب لازم يستخدم علشان السيطرة على بعض العناصر الارهابية او الاجرامية. في بريطانيا اللي هي اقل الدول تعاطفا مع الفكره واكثر دول العالم او من اكثر دول العالم احتراما للقانون، وجدوا نسبه عينه من المستطلعه. عينه مستطلعه يعني عينه مستطلعه طبعا يعني، لكن قالوا ان حاجه و20% متقبلين فكره استخدام التعذيب، مع ملاحظه ان التقرير مبتور يعني ممكن يكون الاسئله مثلا مع الاجانب مع الارهابيين يعني، لكن التقرير زي ما جه. أنا بس بحكم الخبرة المتواضعة كده عادة بتكون الأسئلة مش بالشكل المعروف في التقرير، لكن جزء متقبل إن يكون في تعذيب إذا كان المسألة تقتضي ده من السلطات.
ده يعني كلام خطير كلام جدا خطير. كلام بالنسبه خطير. للشعوب الاوروبيه او الشعوب الغربيه اللي هي المفروض اكثر تحضرا انها تقبل التعذيب هما مرسوه، الممنهج. هما مرسوه، هما مرسوه ولما حبوا بالتاكيد. يغسلوا ايديهم من التعذيب بعتوا لنا الناس بعد صحيح. 11 سبتمبر، بعتوه لمصر وللاردن وللسعوديه ولدول اخرى، واللي ما تكفلتش بالدول ديت اللي فضل عن حاجتها انت عارفه جوانتانامو. 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 طب نيويورك تايمز، مودي الهندوسي المتطرف يبني خطابا جامعا بعد فوزه الساحق في انتخابات الهند والمسلمون في حالة خوف وترقب. يا ريت حضرتك تلخص الوضع في الهند هو الأخ للمشاهدين. نارنداري المودي ده زعيم قومي هندوسي، كان دايما بيوصف بالتطرف، وليه وقعة شهيرة انه كانت في اشتباكات طائفية ما بين الهندوس والمسلمين في 2002، في 2002 وضحاياه كانوا حوالي 1000 في الولاية اللي كان بيحكمها، ما كان حاكم ولاية. تعرف الهند مليار شبه قارة وفيها مليار و200 مليون، يعني 200 مليون، يعني مليار و200 مليون هندي، فحاجة يعني تاني أكبر شعب بعد الصين. صحيح. فوقع فيها حوالي 1000 كان معظمهم من المسلمين. الراجل أفكاره يعني شديدة التطرف، في الرغبة يعني كده مش عاوز أقول يعني قريبة يعني زي بعض الزعماء القوميين إن الهند للهنود، و يعني عظمة الهند وكيان الهند، ولازم يعني الدعوة إن بلد إن زعيم يدعو إلى إن شعبه يتفوق ده مقبول، لكن الفكرة فكرة القومية الشديدة ديت إنه اللي ممكن تؤدي إلى معاداة باكستان مثلا، إلى إقامة ده حرب مع معاداة باكستان المسلمين أو الهنود. معاداة المسلمين. ما هو طبعا هيعاد المسلمين، هينعكس ده على طول على باكستان، دولتين نوويتين. صحيح. فالراجل ليه مشاعر غير طيبة إطلاقا مع المسلمين، فبمجرد حتى فوزه كان المسلمين في الهند والمسلمين المتابعين من دول الجوار كان عندهم حالة من القلق. هو الراجل مدرك للقصة ديت، فأول خطاب ليه كان بيتكلم إنه هو هيعمل لصالح كل الهنود المسلمين وهندوس وغير هندوس. الولايات المتحدة رفعت حظر السفر من عليه لأنه كان ممنوع من دخول الولايات المتحدة. هو كان محل يعني كان مش بلاك ليستد بالمعنى الدقيق، لكن كان محل يعني شك يعني شخص لم يكن شخصا مرغوبا فيه اندر في عدد سسبشن. كتير، شخص غير مرغوب فيه، لكن كلهم بعتوا له على طول رسائل تهنئه لان ده رئيس وزراء الهند، يعني دوله كبرى. صحيح. وهي بتقفز قفزات كبيرة الهند دلوقتي. انا بس ممكن يعني وصول مودي ده، انت حضرتك كنت بتتكلم في بدايه الحلقه على على حاجه اوكرانيا. الحرب العالميه الثالثه او الالتهاب ده، ما هي جزء من الحرب العالميه الثانيه قام بسبب وصول زعماء قوميين كتير. لما يكون عندك موسوليني. هتلر الجنس الاري والمانيا الالمانيين وموسوليني هنا، فعدد كتير لما يكون عندك عدد كتير زي اللي موجودين حاليا بيحكموا العالم، عدد كتير من الزعماء دول بيضغط دايما على نبرة القومية ويشغل شعبه بعدائه للشعب الآخر، اليابان ضد الصين، الصين ضد فيتنام، أوكرانيا ضد روسيا. اصطناع عدو مثلا لاجتذاب اكبر عدد من الجماهير المتطرفه حواليه. وفي حالة الأزمات دائما المتطرف يفوز. في حالة الاضطرابات الراجل التصالحي الهادي ده بيتركن ما على جنب، ينفعش. والصوت الحاد هو اللي بيستقطب اكبر عدد ممكن من الناخبين. هل هناك اضطرابات في العالم؟ ما الذي يحدث في العالم اساسا؟ طبعا السؤال يعني كبير، بس يعني في هناك اضطرابات في العالم في في هناك رأيك؟ اضطرابات العالم ممكن تبص لها، في ناس هادين قوي يعني يقعد في التكييف اللي احنا قاعدين فيه كده، فلما تطرح عليه السؤال يقول لك الاضطرابات موجوده جدا والمشاحنات موجوده جدا، لكنها قول لي فتره في التاريخ ما كانش المشاحنات دي موجوده. وفي حد يقول لا الاضطرابات دي موجوده ويعدد لك، يعني ممكن يعني في بمناسبه الحديث عن فكره الحرب العالميه الثالثه. وانا بستطلع القصه دي كان في بعض الناس يعني مصادر غربيه اهي بيقول طب انت قاعد، هو ده هو بيقول لي كده يعني المصدر، انت مشغول قوي بمساله اوكرانيا وروسيا، في نقطه تانية انت مش داخله في اطار اهتمامك خالص، الصين واليابان وبينهما ما يصنع الحداد زي عدائنا مع اسرائيل، هم صحيح. بيشايفين اليابان دول شياطين، هم الشيطان بسبب الاعظم كم ميراث الحرب العالميه الثانيه. ميراث طويل من ميراث طويل الاحتلال اكتر والقتل كمان. وعندهم خلاف ملتهب على 5 جزر غير ماهوله، ودي تبعت سفن حربيه ودي تبعت سفن حربيه، والولايات المتحده تتعهد بحمايه اليابان، واليابان مؤخرا ابتدت تسعى لتسليح نفسها بما فيها الاسلحه النوويه.
هي اليابان حضارة عظيمة، وما اعتقدش ان برضو هيكون لها دور وكلمة في اللي بيحصل في العالم يعني. المهم يكون احنا لينا كلمة يا استاذ نافع. احنا نتمنى، انا بصراحة نتمنى ننظم كأس العالم 2022 لو قطر مش هتنظمه. ان شاء الله. حتى لو حلم يعني مستحيل او نحلم. اخر خبر معايا من رويترز، وزير الماليه المصري: دول الخليج لن تتخلى عنا اذا احتاجنا المزيد من المساعدات. ما حجم المساعدات التي حصلت عليها مصر من دول الخليج في 2013؟ هل هناك تقدير واضح لحجم المساعدات؟ والله ما فيش شفافيه يا استاذ سامر. يعني انا فوجئت بالكلام المشير السيسي لما كان في الحوار التلفزيوني اللي هو قال اكثر من 20. يعني احنا اي حد متابع كنا عارفين ان في حوالي 12 مليار دولار، وبعد كده السعوديه اعلنت عن حوالي 3 مليار. ولما بيعلن، يعني انا بحكم ان انا كنت محرر اقتصادي سابق، يعني الاعلان غير التسليم. احنا عندنا احيانا الصحافه بتحسب الاعلان وبعدين التسليم، وبعدين مثلا التسليم يكون على دفعات، لكن ما تم الاعلان عنه كانت الحسبه في حدود 15. فاذا اضفنا لها مثلا اي مساعدات، مثلا حاجه من الكويت، حتى هو ما جاتش حاجه تانية من الكويت غير المبلغ اللي كانوا اعلن عنه، فاحنا كنا بنقول 15 16، والراجل قال مش 12، مش 15 ومش 20، قال اكتر. هو قال مش 20 اكتفى، فالقصة مش واضحة هل في رقم قد ايه. طب الامارات اعلنت حاجة، يعني ما حقيقة ما اعلنته الامارات انها لن تقدم مساعدات اضافية؟ دي تاني مرة. هو الحقيقة الكلام قال، يعني المرة دي على الاقل، انا يعني كان في مرة محل خلاف وقالت مش، لكن المرة دي كان الكلام اكثر وضوحا، قالت لا يوجد اي خطط في الوقت الحالي لتقديم مزيد من المساعدات الى القاهرة. يعني ده اللي قالته تحديدا، مش هنقدم. قالت لا يوجد في الوقت الحالي، ده بيكون مسؤولين بيقابلوا مسؤولين وبيقولوا. انما الحاجه التصريح اللي حضرتك قلت عليه وزير الماليه ان دول الخليج لن تتخلى عنا، ده كان لاحق لتصريح وزير، ده لاحق لتصريح الاماراتي، لاحق للوزير الاماراتي، وتالي لتصريح تاني كان مهم، هو كان قدره مش المساعدات في اطلاقها بقى، المساعدات من الطاقه من يوليو وحتى اغسطس القادم 6 مليار دولار، يعني في شكل مساعدات نفط يعني اشكال طاقه، اذا كان سولار اذا كان بنزين، يعني طاقه فيول بصفه عامه. 6 مليار منهم 3 مليار من السعوديه واحده. فرقم مهول يعني مش طبعا. والمخيف الاكثر، طيب هل الوضع كده هيستمر؟ يعني هل الخليج هيزود شعب فيه 90 مليون بالطاقه؟ يعني برضو لا يمكن ده يكون حل منطقي، لازم يبقى في حلول طويله المدى وحلول. يقول لنا بقى الاثنين المرشحين الحلول العمليه، مش الحلوه اللي على التلفزيون، ايه الحلول العمليه لتوفير طاقه ل 90 مليون؟ لا يمكن اقناعهم بان دي مساله ممكن تتاجل. صحيح. الحاجه احنا قدامنا نص دقيقه، معانا نص دقيقه. الحاجه الاكثر خطرا ان في احد التقارير الغربيه، لو كنت عارف حاجه تطرح السؤال كنت جبت لك التقرير معايا او تفاصيله، ان في تقرير من مصدر جيد يعني بيقول انه كل رغم الطاقه، رغم حده ازمه الطاقه في مصر، لكن اخطر منها ازمه القمح اللي هتواجه بشده المصريين خلال السنوات اللي جايه. طب لا انا كده مش هينفع نص دقيقه، محتاج نص دقيقه كمان برضه. نص دقيقه بتقول ان احنا عندنا الازمه عميقه جدا، لان احنا اكبر مستورد للقمح في العالم. ده معروف. عددنا مهول. طبعا معروف. وفي نفس الوقت اسعار القمح في العالم بترتفع، او على الاقل هي رهن اعتبارات خارجيه مش عندنا. وبالتالي دايما في حاله اضطرابات، يعني مصر تبقى معرضه لاضطرابات نتيجه ارتفاع سعر القمح، مش لان احنا بس اكبر مستورد للقمح، ولا لان احنا ما نقدرش نتحكم في اسعار القمح بحكم انه جفاف في روسيا ولا جفاف في البرازيل، ده في حاجه تانية كمان، انه 50% من الشعب فقير، يعني حوالي 25 تحت خط الفقر، وحوالي 25 نير بور، يعني تقريبا مع خط الفقر. الناس دول بيعتمدوا بشكل اساسي على رغيف العيش. فلا يعني في خطر حقيقي يقتضي ان كل العقول تتحط مع بعض، ازاي ممكن نعمل ايه بحيث ان الوضع الحالي ما ينفق، سواء نعظم انتاجنا من القمح او نقدر نعمل ايه بدائل بحيث نواجه هذا الفقر الشديد في القمح وفي الطاقة. هو بالتأكيد الوضع الحالي بالنسبة للطاقة او للقمح ما ينفعش. ده الاكيد. ما ينفعش. استاذ سيد جبير رئيس القسم الخارجي بجريدة الوطن، نورتنا وشرفتنا كالمعتاد يا فندم. ربنا يخليك استاذ تامر. الله يخليك. مشاهدينا لسه مستمرين معاكم النهارده وبكره بعد التقرير التالي. هيكون معانا استاذ ايمن النصري رئيس احدى المنظمات الحقوقيه بجنيف، وهنتكلم عن انتخابات المصريين بالخارج. We'll be right back.
بشروطك دي بشرة خير.